السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا شباب؟ عادل أو أس أي جيمر معكم، عساكم خير. وش مسوين؟ وش علومكم؟ حلقة جديدة من حلقات أسلحة باتل فيلد 3. حلقة اليوم شوي فريدة من نوعها، لأن عندنا ثلاث أسلحة. السبب الوحيد إني راح أتكلم عن ثلاث أسلحة لأنه في سلاحين يطلعون لك من أول ليفل، والفرق الوحيد إنه السلاح للأمريكان وسلاح للروس. والسلاح الثالث اللي هو الام 4 لانه قريب من سلاح الام 4 اي 1 اللي هو السلاح الاول اللي طلع. بالنسبه لسلاح الام 4 اي 1 راح اتكلم عنه اول شيء. سلاح امريكي تطلعه من اول ليفل، ما يحتاج انك تلفل ولا شيء. سلاح يطلق عادي، طلقاته رشاش اوتوماتيك، جدا ممتاز، جدا ثابت. اضافاته جدا قريبه بينه وبين سلاح اللي هو الروسي اللي هو الاي كي اس 74 نيو. اضافاتهم نفس الشيء، الاختلاف الوحيد الاضافه الاولى سلاح الام 4 راح تكون اضافه اللي هي الريد دوت اللي قاعد تشوفونها الحين اللي الهولوجرافيك سايت هذه، ولكن في الاي كي اس افضل اضافه الكوبرا لانه برضو تعطي نظره افضل وانت مزوم او مصوب على العدو. بالنسبه للاضافه الثانيه انصح باضافه الفور جريب، جدا ممتازة على السلاحين. الفور جريب راح تفيدك جدا، راح تخفف من اهتزاز السلاح وانت مزوم، جدا ممتازة. بالنسبة للإضافة الثالثة للسلاحين برضو أنصح بإضافة في إضافتين أنصح فيهم، اللي هي الإضافة الأولى اللي هي السبرسر أو الكاتم، جدا ممتازة إذا كنت قريب من العدو عشان ما يسمعونك. بالنسبة للإضافة الثانية إذا تبغى تطلق من بعيد أنصحك تركب الهيفي بيرل، لأن راح تخفف برضو من راح تزيد من الأكيرسي أو تزيد من الثبات للسلاح وأنت مزوم وإذا تبي تطلق على أحد من بعيد. بالنسبة للسلاح الثالث اللي نبغى نتكلم عنه برضو الحلقة هذه اللي هو الام 4 العادي. الام 4 العادي تطلعه مع ليفل تطلعوا مع ليفل 40,000. لما تجيب 40,000 نقطة في الانجينير راح تطلع السلاح الام 4، جدا قريب من سلاح الام 4 اي 1، لكن الاختلاف الوحيد اللي هو بينهم انه الام 4 اي 1 اوتوماتيك فولي اوتوماتيك، يعني تطلق وانت ماسك التريجر او ماسك اللي يطلق من غير ما تفكه عادي يكمل يطلق، لكن الام 4 العادي زي سلاح الام 16 يطلق ثلاث طلقات. فهذا الاختلاف الوحيد. بالنسبة للإضافات أنا أنصح بالإضافات نفسها لسلاح الـ M4A1، ولا أرى أن فيها أي اختلاف، أرى أنها جدا 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 مفيدة للسلاح هذاك، خصوصا أنهم قريبين من بعض. اللهم الفرق الوحيد أنه طريقة الطلق فيهم فقط، هذا الشيء الوحيد اللي يختلف. فأتمنى أن الشرح كان يعني كافي ومفيد للناس، أتمنى أنكم استفدتوا من المقطع، وإن شاء الله راح أشوفكم في الحلقات الجاية. لأي إضافات إذا تتعلموني كان معكم عادل أو SA Gamer. Take care, keep smiling. السلام عليكم.